انت لحد نسيت ولا ايه؟ نعم انا بصير معناها جيت دي ان جي اكس وتكون بالضبط او تجيب تحديد بعد مش عارف اعمل بتاع ايه الحاجه المملة دي يا جدعان انا هفضل ماسك في الحاجه دي نقطة رديدة لو تبعكم سعيد صوتي لن يتكلم أول حاجة دي نقطة رديدة عشان أنا إزاي ما أشرح لقطين بأدوات معناها إيه أنا مستوى واحد على أنا دي نقطة رديدة نقطة رديدة في الإنجليزي ما عادش ما بقول ترديد وترديد في كتير بحط ايه اختبار النسبة اللي ليه من اللي بيبقى في
كان طويل جدا بإي إن واحد على إي إن وأقول أقل من واحد. أحل الساعة والتباين عندي معقولة مدى طويل بيومي. نعوض بالإي المسلسلة القصرية. لو طلعت تطورية أنقص على المسلسل، لو طلعت تباعدية أنقص على المسلسل. مرة إكس بي ومرة إكس بي. عشان ما أدكش خمس مسألة بالراحة نشوف تطورنا إيه. هاخد الأول مسألة سهلة وبعدين أصعب. يبقى دي أحد حاجة الباور سيريز اللي بتتقال عليها مسلسلة القوة، لما كل المسلسلات وكده يبقى خلصنا، هنبدأ باب جديد اسمه نظرية المعادلات. يبقى احنا دلوقتي عندنا كام باب؟ ثلاث أبواب، خلصنا الأخبار، خلصنا النهاردة إن شاء الله هنخلص السيريز اللي هي مسلسلات وهنبدأ في نظرية المعادلات. متسلسلة القوى. بصوا مش هعملها نظري هعملها مسألة ما تبقاش من الرابع. هاخد مثال معقول الأول مثال وبعدين هصعبها. يعني إيه كلنا أسابيع واحدة. ربنا يخليك مواضيع بقى مثال مختصر. إيه بيتفرج في تقارير المتسلسلة كميشة من انت تساوي واحد من كيلتي اكتب السلام على انت نسابة من الله هنعمل ايه؟ ادوات الامتحان فيها اكس اكس ناقص واحد اكس ناقص اثنين يعني فيها اكس والسؤال ده يجي يقول اوي بتفرط في شطارة المسلسلات يجي السؤال بيسمي ده اوي بتفرط في شطارة المسلسلات عايزة اتعرف المتوسطة اللي فيها مسلسلة تفرط نيجي نعمل ايه؟ أول حاجة بنقول بنعمل اختبار النسبة. أول حاجة بعمل اختبار النسبة. أول حاجة عندي دي بتمثل عندي إيه إن. إيه إن بتمثل إكس وسائل على إن. أو تاني بنجيب إيه إن. عبارة عن إكس وسائل على إن. إحنا بعد كده بنعمل اختبار النسبة. في حاجة غلط. مفيش حاجة غلط. اسمه تنبحش على الله. ايه بتساوي ايه مستقل على ايه؟ نيجي دلوقتي نعمل ايه؟ اختبار النسبة بيقول عارف اختبار النسبة. كل المسائل فيها اختبار النسبة. بقول يونت انت بتروح لايه لحد ايه ان زائد واحد على لحد ايه ان المفروض تكون اقل من واحد. عشان تكون تطورية قلنا مفروض ننزل من حد ان زائد واحد على حد ان نقدر ده شكله ايه؟ اقل من واحد لو تبعضية بتطلع اكتر من واحد. لو تبعض واحد الاختبار بيمشي مالناش دعوة بالواحد. يبقى بقول ايه ان زائد واحد على ايه ان مفروض اقل من واحد. طب اللي بعدين ادي ايه ان جايبه ايه ان زائد واحد؟ ايه ان زائد واحد كل ان بخليها ان زائد واحد بقيت ان زائد واحد على ان زائد واحد. خد بالك بقول الاولى في الفيكتور دي ما بتغلطش بقول ليميت ان بتروح في ايه فين؟ هنفهمها ايه ان زائد 1 على ايه ان؟ يبقى عباره عن ايه ان زائد 1 عباره عن ايه ان زائد 1 على ان زائد 1 على ايه ان يبقى مضروبه في ان على ايه في ان والكلام ده اقل من الواحد. انا هحط الشرط ان لازم تكون اقل من الواحد عشان تكون تقارنيه. اكتب ان زائد 1 معناها اكتب ان مضروبه في ان اكتب سالب السلام ليميت ان على ان زائد 1 بتدينا 1 عشان درجه البار تساوي درجه المقام يبقى بتدينا ليميت اكس اقل من 1 لما بكره بتدينا يعني دلوقتي لو احنا ليميت اكس اقل من 1 نيجي نقول نحط ليميت اكس لما بكره معناها اكس اقل من 1 اكبر من ناقص 1 دلوقتي انا اشتغلت نيجي بعد كده بعمل ايه؟ حتى اعمل مره اكس ناقص واحد ومره اكس بواحد. عند اكس ناقص واحد بقى اعمل فين؟ في اصل المساله. برجع لاصل المساله عشان احط على الباب اللي يساوي. نيجي نقول هي طلعت اكس بواحد وواحد. هقول اكس ناقص واحد تدينا
بقول سلوك المتردده. بالنسبه للمتردده ايه انا بتساوي واحد على ايه؟ اول صورات اللي تكون تنافسيه هجيب ايه من ايه؟ دي تعرف واحد على ايه التربيع بتساوي نار تنافسيه. الشرط الثاني بجيب ليميت ان بتروح لانفينيتي هي ان، يعني تدينا ليميت ان بتروح لانفينيتي لواحد على ايه؟ بدك واحد على ايه؟ دي صح. اذا تفرضي بما انها تفرضي على الجهاز عدد مخاط على الجهاز يساوي يبقى يكسى أربعة لطنق واحد يجب تساوي نقطة واحد. نبقى تاني عوض إكس الواحد في المسألة نفسها. عوض إكس الواحد تدينا عند إكس الواحد تدينا سميشن الواحد بتساوي واحد لإنفينيتي واحد وتسعين على إيه؟ يعني تدينا سميشن الواحد بتساوي واحد لإنفينيتي واحد على إيه؟ واحد على ايه؟ هل يقول لي ايه واحد على ايه؟ ان في ستيدنت واحد على ايه وتدريب؟ في واحد، في واحد ولا تبعوا ايه؟ ان في ستيدنت في واحد يبقى تبعوا ايه؟ هل احط على انت تساوي؟ لا، احط على انت تساوي انت لو كانت تقلبي، اقول لك ايه؟ بنفس المسلسله اول خطوه بعمل لها اختبار النسبه. بقول ايه انت الكوان؟ Thank you.
جابنا في التكامل بقى في الخطا السلكين مع بعض. بس انت السنة عمل الانتجاب انا قلت اكيد برايح ده جاي وشيني بشيني اصدق شوية اخطاء قبل راح تحصل عليها الحمد لله انا جيت في الصف الحمد لله حلقة اول حاجه اقليل اكس ناقص اتنين،
وعندي مره اثنين بني اثنين بعد ثلاثه، يبقى معناها اثنين بني اثنين عادل من ثلاثه. شيل الليمت و ضربنا ثلاثه، معناها اثنين اقل من ثلاثه اكبر من ناقص ثلاثه. يبقى معناها ناقص 2 ناقص 3 اكبر من ناقص 3. هتعمل كده ايه؟ هتدور 2 2 هتدور 2 على طول، يبقى اكس ناقص 2 زائد 2 اقل من 3 زائد 2 اكبر من ناقص 3 زائد 2. هتدينا اكس اقل من 5 اكبر من ناقص 1. دي الفرق. ليه هنحط على الكتاب؟ ليه هنحطها تاني؟ بنعمل اختبار النسبة، ما احطش الإشارة معايا، ما ادفعش قدام ما اخدهاش، باخد الكمية وبعد ما ارجع الإشارة، بجيب إيه قال لك واضح، في معايا قال ما احطش الشرط دي لازم تكون أقل من واحد، طلعنا إيه محصولة بيضة طويل ناقص واحد يديك وخمسة، موجود دلوقتي هنحط العلامة دي سابعة، عندي ناقص واحد تعالى طلع عليها، نعم. النسبة اختبارات ما اخدش الرد باخد الكمية بدون الإشارة، والنسبة ما باخدش الإشارة. الباقي كله ده كله، ما فيهاش فيها إشارة الباقي. نيجي بعد كده. هنعمل بعد كده، خد بالك. نرجع للأصل دي. ماليش دعوة بيه. نرجع للأصل، باخد الإشارة معايا. مرة عوض إكس بخمسة. عوض إكس بخمسة. مرة عوض اكس ناقص واحد، مرة عوض اكس خمسة. أنا اكس خمسة ده الترتيب بقى اللي بتساوي زيرو واحد زيرو ما لهاش. ناقص واحد أس إن. خمسة ناقص اتنين. تلاتة أس إن. على تلاتة أس إن فإن زائد واحد. تلاتة أس إن بالسلامة. أصبحت السلسلة متردية. أدركنا متسلسلة دي. أصبحت. سيجما من ان بتساوي زيرو لما لا نهايه، ناقص واحد نص ان على ان زائد واحد لكل تسجيل. اصبحت متسجله نقطه رد هنا، ندور على نقطه تردد. ما تنفعش تبدا فيها كل حاجه، فيها النسبه وما فيها تردد وما فيها مرمى دلوقتي، يبقى مسالك فيها كل حاجه لازم تتخيلها. عشان كده تيجي في الامتحانات تتلم كل الموضوع. نيجي نقول دلوقتي أربعة مسجلة متردده، إيه شروط التردد؟ أول حاجة لازم تكون تنافسية، التفاضل اللي يجي ناقص، الشرط الثاني اللي يجي لازم يكون بيساوي زيرو، لو تفاضلية وحط علامة إيه؟ نبدأ بقى، أول حاجة أدي إيه أنا؟ باخد إيه أنا الكمية بدون الإشارة، عبارة عن واحد على إيه زائد واحد في كل تجزئة، دي متردده. أول شرط إيه أنا زائد؟ دي انا اتنين على ان زائد واحد في كل تفعيل، ده كان ناقص، ايه ده ناقص تاني؟ شكل تاني، الليمت ان بتروح لانفينيتي ليه ان؟ تدينا ليمت ان بتروح لانفينيتي واحد على ان زائد واحد في كل تفعيل، تدينا دي، صح؟ اذا تقلبية، بما انها تقلبية وحاطة علامة تساوي، ارجع تاني وحاطة علامة تساوي. عشان تفرضي. بعد كده هعوض الاكس ناقص واحد. هقول تاني، الأول عملنا اختبار النسبة، جبنا الفقر. عوضنا اكس في خمسة جت في السلسلة متردده، طلعت تفرضية، حطينا على المثال. بعد كده هعوض ان ناقص واحد. معوضها فين؟ في أقصى المسلسلة. حاضر اكس حاضر. خاصة المسلسلة تدينا سيجما من ان بتساوي واحد من ان واحد قدام ناقص واحد ناقص اتنين ناقص تلاتة ناقص تلاتة أو تلاتة على تلاتة أو تلاتة في ان زائد واحد في كل تجزئة دي ده احنا ناقص اللي فوق ده كله هيروح مع ان مضروبة تلاتة أو تلاتة تلاتة أو تلاتة راح مع تلاتة أو تلاتة ناقص واحد أس هي مجرد. يبقى ده احنا سيجما من ان بتساوي واحد من انفينيتي
قربان مسلسل. أنصحك بسلسلة طوافين. أول حاجة هنقول إيه؟ أنصحك بسلسلة إنها بولونيا في بلد ما عملها الخضار المحترم. يبقى عملها الخضار المحترم. البيت تساوي اثنين هيبقى تقربية. عملها في بلد المحترم. طيب نيجي للقائمة. هقول. انا فكرة ان السؤال ده بيديني اثنين تفاوضين. بس الاعتبار ان الاعتبار الانفينيتي اي ان على بي ان لازم تتعب بي ان على الاي ما تقولش دي كده اي ان على الاي بي ان استهبل ان الاعتبار على اي الاعتبار في كل الادوية الدكتة ما تقولش الزيرو في ريانة على حالة ديان ديان تقربية إذا تقربية حط بساوي إذا تقربية حط على بساوي إذا تحط رحمة الله واحد وخمسة. دكتور ممكن سؤال؟ هو احنا ما دام احنا عرفنا ان البي بيساوي 2 وتقاربية لا لازم تعمل لا انا قصدي الايه لازم ان احنا نقسم ايه ان على بي لازم تعمل. طب ممكن اعرف يعني هي لا ما تعملش كده لازم تتذكر كده ايه العملية هي كده يعني يعني هي الاختبار ده اول اختبارين لحد ورا بعض لازم تبين ان هي جايه او تعمل عمليه ايه انا بسرعه يبقى عليها درجه لازم عليها درجه نعم انت يمكن دي مرحله متقدمه شويه احنا دي ايه الاختبار عليها الاختبار مع صوت المايك دلوقتي في المايك Okay.
أربعة وتين مع أربعة وتين زي الوقت بقى مفتاحة أربعة. ودي إن زي الاتنين على إن زي الوقت بتدينا عشرة. والكلام ده يبقى أقل من الوقت. إبدأنا. أقول لك بقى إيه ناقص اتنين أقل من أربعة. يبقى إيه ناقص اتنين أقل من أربعة أكبر من سالب أربعة. عشان أجيب إكس أزود الاتنين. يبقى إكس ناقص 2 زائد 2 أقل من 4 زائد 2 أكبر من ناقص 4 زائد 2. يبقى إكس أقل من 6 أكبر من ناقص 2. يبقى إكس أقل من 6 أكبر من ناقص 2. نبدأ نحط على الرقم اللي يساوي. هاخد إكس 6. هنحط الـ N. يبقى تعمليش لازم الـ N بتساوي. هشوف واحد يقول لي غلط. إن بتساوي واحد. Infinity ناقص واحد وكوسين ناقص واحد. في اكس ستة تديها ستة أربعة وكوسين على ان زائد واحد في أربعة وكوسين زائد واحد. أربعة وكوسين واحد في أربعة وكوسين. ادتنا سيجما ان بتساوي واحد انفينيتي ناقص واحد وكوسين ناقص واحد على أربعة ان زائد واحد. أرباح متكاملة متربية. متربية. محطة ثمانية ثلاثة. إيه حلو. متربية. حوالي إن بيساوي واحد على أربعة في إن زائد واحد. أول اختبار إيه إن بي. تدينا ناقص واحد على أربعة. إذا طلعت صح. الشرط الثاني قيمة إن بتساوي إنفينيتي هي واحد على أربعة في إن زائد واحد. أربعة المعنية بزيرو إذا أنت فرضية. جبنا لها فرضية حتى على إن بتساوي. هحط إكس ناقص اتنين. إكس ناقص اتنين. تدينا تقريبا من إن بتساوي واحد ده كله يا رحمن الله. 4 وسن رقم 4 وسن ادتنا سيجما ان بتساوي 1 في انفينيتي 1 على 4 في ان زائد 1. اصبحت مشكلتين فورتين. توزيع. اللون اللي عليه. عاملينها في ورق المقارنة. ادي ان. اطلع ورق. ان عبارة عن 1 على 4 في ان زائد 1. هجيب دي ان. 1 على ان. الديب 1. يهمني ان بتروح انتي ايه ان جواب على دي ان تدينا ان على اربعه في ان زائد واحد. الداتا الاولى ما تساويش دي يبقى ان على حاجه دي ان دي ان تبعضيه اذا تبعضيه. ما اقدرش احط على ان ازاي ادي الفرق دي ما كانتش سنه دي كان اللي انا قلته عنها قبل كده. انا حتى لقيت مساله اللي ممكن تيجي في الامتحان سنه ما نزلت من الامتحان. يبقى كده كل المسائل في بعضيها، في مشكلة؟ كله زي بعض. يعني برضه في كل واحدة كلهم زي بعض. في واحدة لو بتطلع في بعضية ده مش زي بعضه، وخدت فيها في الامتحان، جاوبنا. إيه المثال؟ بس كده عدينا في بعضية. مثال ده افتح حاجة 17 حاجة 16 16 دي تبع تبعاتين. لا مش دي تبعاتين 16 يا ابني. يعني 16 حضرنا على واحد تبعاتين. Okay. Something.
احسن. Thank you.
حبيبي يا الباشوار هاتي على كواك بعد احسس ايه الباشوار في ايه الباشوار لحد دلوقتي عارفين ليه بس ايه الباشوار في ايه الباشوار اصل البلد ايه الباشوار على ايه ولازم تكون ابطال الوقت هنقول ليه ان البروتين كان عباره عن اكو سلام بكتيريا ان زائد واحد بكتيريا ان زائد واحد عليه ان زائد واحد على اكو سلام زائد واحد ان زائد اثنين والكلام ده ابطال الوقت ايه بس والله ايه ده كان تدينا واحد اكو سلام اكو سلام ده كان تدينا واحد عليه يبقى واحد على الكبير ده ليه أقل الوقت معناها تريد إكس أكبر من الوقت ما بس بكرة بسلسلة واحدة بقول إكس أكبر من الوقت وإكس أقل من الوقت ليه؟ دي ما عندي الوقت دي ما هو أبتدي إكس أكبر من الوقت المفروض إكس أكبر من الوقت وإكس أقل من الوقت أرجيك في فترة الدنيا ما أقدرش بكرة على مدار على مدار إكس واحد هل أنت تاخد إكس واحد وإكس من الوقت عند اكس واحد عند اكس واحد اجابتنا سيجما من ان بتساوي زيرو انفينيتي ناقص واحد اس ال على ان زائد واحد في واحد اس ال واحد اس ال راحت معاها بتدينا زيرو ناقص واحد اس ال Thank you.
Yeah.
سؤال عفوا، ايه سؤال سألنا عن 2 ليال؟ هل في جود ريزوليوشن دي؟ قسمناها على 12. يقول لك الباقي باقي القسمة يساوي بي اوف ار. بي اوف ار بيساوي تان، بي اوف ار بيساوي ايه جود ار اوف تان زائد وات ار اوف تان اقوى بلاقي كده. دي بتبتدي على طول خارج سوري الباقي. الباقي احنا قلنا عليه ده بس انا بتكلم على السيستم دي. تعالوا نشوف مثال عليها وبعدين ندخل على طول على اسم الترتيبات. مثال واحد اوبن باقي اسم في اكس بتساوي الـ 2x³ ناقص 10x² زائد 3x5 على x ناقص 2. عايزاها تغير الباقي. الباقي كام؟ انت كنت ممكن تعمل قصه مصوره بتاعت زمان واحنا صغيرين بنعملها في المدرسه. بيطلع لي كام القصه ومطلع لي الباقي. دلوقتي لو غيرت الباقي دول على طول انا عايز اطلع الباقي على x ناقص 2. انا ماشي مع x ناقص 2. عايز اقول لك هو فاهم